السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا دايما بخير. أسعار الدولار والعملات ليوم الجمعة 24/2/2023، فضلا منكم وتكرم أتمنى تدعموني وتساعدوني باشتراك ولايك، جزاكم الله خيرا. سجل الدولار اليوم في البنوك 30.68 جنيه، طبعا ارتفاع مهول في أسعار الدولار. الريال السعودي سجل في البنوك 8.18 جنيه، درهم الإماراتي 8.35 جنيه، دينار الكويتي سجل اليوم في البنوك 99.99 جنيه، تخطى ذلك في السوق السوداء. جنيه الاسترليني 36.92 جنيه، اليورو سجل اليوم في البنوك 32.44 جنيه. أسعار الدولار في السوق السوداء، شراء 31.40 جنيه، والبيع 31.70 جنيه. أنا بشكركم دايما لحسن استماعكم، دايما منورين ومشرفين قناتي، فضلا منكم وليس أمر، أتمنى تدعموني باشتراك ولايك. أنا بشكركم دايما، وجودكم في قناتي شرف كبير لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.